خطيرة في أرضية الملعب. حسن معتود بالمهارة عدة خطيرة، يا الله يفعلها الفجراوي من البداية عن طريق المبدع حسن معتوق، اللاعب الذي يسجل أول الأهداف في الوقت المبكر من زمن شوط المباراة الأول. يا دوب المباراة للسبادية والفجيرة يبدأ بهذه القوة. لاحظ التمريرة، الكرة بهذه الصورة، حسن معتوق استلام وحسن معتوق إرسال، وحارس المرمى الذي كان متقدما أحمد الشاجي بأمانة طبعا. مال هنا تمريرة، خطورة إماراتية، هيا 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 إماراتية روعة، يا الله حلوة اللعبة الماضية يا الصقور، ونهايتها جميلة عن طريق اللاعب رودريجو. رودريجو هو اللي أعاد الصقور، لمسة بش مهندس هريكي واستغلال مثالي، الكرة في الشباك الفجراوية والتعادل 1-1. الصقور يعودون، عودة الصقور في هذه اللحظات للفجيرة. هنا سانوغو يتقدم، مفتاح الحل المزعج، الخطورة، تمريرة، يا معلم يا معلم، تعظيم سلام للكبير للنجم لمعتوق، الله يا الله على انتفاضة الفجراوية، وعلم علم حسن معتوق اللي يعلم اليوم يعلم. شوف التمريرة من لمسة إلى الشبكة، الفجيرة يتقدم بهدف ثاني عن طريق النجم الكبير حسن معتوق، ينفجر في مباراة اليوم.